Guten Tag, wie geht's euch? Heute ergänzen wir Lektion 1, ich und die anderen. عندنا جزء جديد النهاردة وهو التكست ارفاسونج. ايه هو التكست ارفاسونج دوت؟ ديت قطع للفهم بتبقى عبارة عن 5 أو 6 سطور وعليها 5 أسئلة أو سفيرين، 5 أسئلة اختيارات، تمام؟ طبعا السؤال ده معداش علينا في رابعة وخمسة وستة، احنا بنقابله لأول مرة في أولى إعدادي، فعايزين نعرف هو بنتعامل معاه ازاي وبنحل الأسئلة بتاعته ازاي. طيب أول حاجة عشان أحل السؤال ده أنا محتاج إن أنا أقرأ الأسئلة الأول، هشوف الأسئلة بتتكلم عن ايه أو محتاجة ايه، وبعدين أرجع تاني للقطعة أقراها ونشوفها بقى نترجمها مع بعض. طيب أول حاجة قلت هعملها إن أنا خلاص هسيب القطعة دلوقتي وأدخل على الأسئلة. أول حاجة، أول سؤال عندي نمبر 1 بيقول فو شبيلت إيفان، فو شبيلت إيفان. أنا عندي فو، تعود إنها بتسأل عن ايه، بتسأل على مكان، تمام. طب هنا عايز ايه السؤال ده؟ بيقول لك اين يلعب ايفان. طيب نمبر 2 واس سبريشت ايفان جوت، واس اللي هي ايكوال وات، بيقول لك ايفان بيتكلم ايه كويس، ايه اللغه اللي بيتكلمها كويس. برضو نفتكر اما نيجي نقرا القطعه نشوف بقى هو بيتكلم ايه كويس. طيب نمبر 3 فوهير كومت ايفان، فوهير اللي هي فروم وير، من اين ياتي ايفان. طيب نمبر 4 واس سبيلت ايفان جيرن، هو بيلعب ايه كويس. طيب نمبر 5 فو فونت ايفان، فو فونت ايفان هو ساكن فين. يبقى انا عايز اعرف هو بيلعب فين وهو بيتكلم لغة ايه كويس وجاي منين، واس سبيلت ايفان جيرن، وايه اللعبة اللي بيلعبها كويس، فو فونت ايفان، وهو ساكن فين. طيب نرجع تاني للقطعة، ها بيقول لي ليز دن تكست، نقراها مع بعض. هلو ايش هايس ايفان ايش كومي اوس غوسلاند، هلو اهلا انا اسمي ايفان ايش كومي اوس غوسلاند، يبقى هو جاي منين، من غوسلاند، من روسيا، تمام. نكمل ابر ايش فون يتست ان مونشن ان دويتشلاند، ولكن انا ساكن دلوقتي، ساكن حاليا في مدينة ميونخ في المانيا. يبقى هو جاي من روسيا، قال لك ايش كومي اوس غوسلاند ابر ايش فون يتست ان مونشن ان دويتشلاند، ولكن انا دلوقتي ساكن في مدينة ميونخ في المانيا. طيب نكمل ايش شبيل فوسبال باي بايرن مونشن، ايش شبيل فوسبال باي بايرن مونشن، يعني انا بلعب كرة قدم في فريق بايرن ميونخ، وانا عارف ان عندي حرف الجر باي، هشوفه في المنهج بطريقتين، يا اما هيقول لي ايش شبيلي باي ويجيب لي الفريق، يا اما يقول لي ايش اربايت باي ويقول لي الشركه اللي انا شغال فيها، تمام. يعني يا اما اقولها ايش شبيلي باي الاهلي، انا مثلا بلعب في فريق الاهلي، يا اما يقول لي ايش اربايت باي فودافون، انا شغال في شركة فودافون، تمام. طيب نكمل، هو كده جاي من روسيا وعايش دلوقتي في ميونخ في المانيا وبيلعب في فريق ايه، بايرن مونشن اللي هو بايرن ميونخ. نكمل ايش بريشر غوزش اون زير جود انجلش، ايش بريشر غوزش اون زير جود انجلش، انا بيتكلم عن نفسه بيقول ان انا بتكلم روسي وانجليزي كويس جدا، aber deutsch spreche ich nicht gut، ولكن الالماني مش بتكلمه حلو قوي، nicht gut مش كويس. طيب gern spiele ich tennis، هو بيحب يلعب تنس، und gitarre، يبقى هو بيحب يلعب ايه، التنس والجيتار. ich spiele nicht gut karten، ولكن هو ما بيعرفش يلعب الكارتن اللي هي الكوتشينة. يبقى نقول تاني اخر 3 سطور دول، هو بيتكلم روسي وانجليش زير جود، تمام. ايش سبريشه غوزش اون زير جود انجليش ابر دويتش سبريش ايش نيشت جود، يبقى بيتكلم روسي وانجليش كويس بس الدويتش مش بيتكلمه كويس، نيشت جود. طيب جيرن شبيل ايش تنس اون دي جيتار، هو بيحب يلعب ايه، بيحب يلعب التنس والجيتار. ايش شبيل نيشت جود كارتن، بس ما بيعرفش يلعب الكوتشينة. طيب نرجع تاني بقى للأسئلة ونحلها.
نمر اينس فو شبيلت ايفان. هو بقى كان بيلعب في فريق ايه، او ايه الفريق اللي هو بيلعب فيه؟ عندي 3 اختيارات هشوفهم. قال لي كارتن جيتار باي بايرن مونشن. هو هنا عايز بيقول لك بيلعب فين ولا بيلعب ايه. هنا فو بتسأل عن المكان ولا بتسأل عن شيء؟ لا، فو بتسأل عن المكان، يبقى مش هينفع معايا كارتن ولا هينفع معايا جيتار، يبقى انا هختار ايه؟ هو بيلعب باي بايرن مونشن. شوف نمرة تفاي واس سبريشت ايفان جوت. هو بيتكلم ايه كويس؟ دويتش انجليش غوسلاند. طيب لو نرجع كده نفتكر ان هو كان بيتكلم ايه، غوزش وند انجليش ابر دويتش نيشت جوت، يبقى هو بيتكلم انجليش وغوزش. انهي فيهم اللي عندي في الاختيارات؟ الانجليش. ينفع اختار غوسلاند؟ لا، لان هنا غوسلاند هي الدولة البلد نفسها مش اللغة. تمام، يبقى غوسلاند البلد لكن غوزش اللغة نفسها. تمام. نمر دغاي وهير كومت ايفان. وهير كومت ايفان، هو ايفان جاي منين؟ من اوس دويتشلاند من المانيا، ولا اوس غوسلاند من روسيا، ولا اوس مونشن من مدينة ميونخ؟ كان من اوس غوسلاند. امال هو كان ساكن فين؟ كان ساكن في مونشن في دويتشلاند. طب نشوف نمر فير واس شبيلت ايفان جيرن. واس شبيلت ايفان جيرن، هو كان بيحب كان بيحب يلعب ايه؟ كان بيحب يلعب التنس والجيتار. طيب نشوف عندنا هنا الاختيارات، عندي تنس كارتن انجليش، ها كان بيحب يلعب تنس. شوف نمر فونف فو فونت ايفان. فو فونت ايفان ان غوسلاند ان مونشن اوس مونشن. هو انا هنا سألني بأداة استفهام ايه؟ فو. فو اين؟ طيب طالما سألني بفو وعايز يعرف هو عايش فين، يبقى انا هلاقي حرف الجر ان. تمام، هدور على حرف الجر ان. طيب انا عندي هنا 2 ان، ان غوسلاند وان مونشن، هستبعد خالص اوس مونشن. طيب ليه؟ لاني اوس دي انا ما بردش بيها على أداة الاستفهام فو، انا برد بيها على فوهير. لو قال لي فوهير كومت ايفان زي نمر دغاي كده، قال لي اوس غوسلاند، لكن طالما قال لي فو اين، هرد بحرف الجر ان. طيب عندي هنا هستبعد قلنا اوس مونشن، وعندي اختيارين، هو كان ساكن فين، في غوسلاند ولا في مونشن؟ ان مونشن، كان ساكن في مونشن. طب هو كده زي ما احنا عملنا مع بعض، اتدربنا على ازاي احل التكست ارفاسونج، ازاي احل السؤال اللي هو بتاع القطعة. قلت بيبقى عندي 5 أو 6 سطور في القطعة ومعايا 5 أسئلة او زفيلة. اول حاجة عشان اسهل على نفسي، انا بقرأ الاسئلة الاول وبعد كده برجع اقرأ القطعة وارجع تاني احل الاسئلة. تمام، يا رب يكون النهاردة القطعة فهمناها كويس، وان شاء الله نتدرب عليها في مرة تانية. تشوس.